حذرت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء إعلانات الاستثمار في شركات التداول عبر الإنترنت، والتي لا تضمن وصول المستثمر لهذه الشركات لضمان حقه. وأشارت الإدارة إلى أنه لوحظ مؤخرا نشر إعلانات لشركات تداول واستثمار وهمية عن طريق طلب الدخول إلى رابط إلكتروني والتسجيل فيه بملء استمارة بالمعلومات الشخصية للضحية، وحرصا على توعية المستهلكين وتحذيرهم من مثل تلك الأعمال والأنشطة. فقد شددت الإدارة على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار أو المساهمة بأي مبالغ في أي أنشطة وأعمال الأوراق المالية أو العملات الأجنبية مع أي شخص أو أشخاص أو مؤسسات أو مواقع إلكترونية بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، دون التأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة من مصرف البحرين المركزي لمزاولة تلك الأعمال والأنشطة. ونوهت الإدارة إلى أنه يمكن للمواطنين والمقيمين الاطلاع على سجل المؤسسات المالية المرخصة عبر موقع مصرف البحرين المركزي.